السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هجوم شرس على حميد شباط، وشباط يصرح جبد علي جنوي وسط الدورة. اتهم حميد شباط أحد المستخدمين السابقين بالوكالة الحضرية بفاس بأنه هدده بسكين من الحجم الكبير خلال دورة مجلس جماعة فاس المنعقد اليوم الثلاثاء. الفلوس ديال الدولة هو جالس ما خدامش باش نقضوا الوضع، ماشي شي واحد. لان يعني دابا راه تبدل الموسى، انا جنوي 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 في وسط القاعه راه كارثه. هاد الناس يخلصوا ب 100 درهم 200 درهم ويتم جاي في وسط الدوره، اللي الدوره تتعرفوا ان خصها تكون كما قلنا يوم امس في ذاك الاجتماع اللي كنا درنا يوم الاحد، ان بغينا ندخلوا لهاد الدوره بواحد الروح جديده. لان سنه دوزناها، سنه شو هي تجربه، السنه الاولى، لان لكل داخلين التجمع اللي كان هنا في هاد القاعه يوم الاحد. هذا كاين الناس اللي ما باغياش انه المدينه تزيد، وناس اللي باغيه تستافد من هاد منقوش الخلاف وقول الاختلاف في الرؤى ما بين المعارضه والاغلبيه. احنا وضحنا دفعنا برساله مهمه